عشا ماضي وبعد اليوم ما فينا نكون سوا. بعد اليوم فلوا كل أحبابي وذكريات ماتت بلحظة زعل. بعد اليوم ما فيك تكون حبيبي بس شو عم بيصير؟ وهيدا كاس الشامبانيا من خطيبي احسان على شرف الاستاذ نادر صديق حماتي الست منى نجم والخواجه دافيد مبارك مصمم المشاهير والازياء واللي راح يصمم لي فستان عرسي قريبا. كيسكن يعني وينك يا منى؟ تسمعي اللي عم بتقوله اللي بدها تصير كنتك مرت ابنك، شو كنتي بتقولي؟ والله لو كانت هون لكانت عملت ازعرينا الليله ولحقتها وهبجتها بشعرها هيك وضل ساحبه فيها لفطستها. ماما ما تعرف انه نسرين بتغني بالكباريه. يعني نحن لا التقينا ولا سرنا سوا، لانه ما رح تمضى على خير. لا ولا يهمك ما رح نقلها، لانه بتروح فيها وتدفن الساعة 3.
وخصوصا اذا عرفت انه نسرين قالت عن فستان عرصة والله بتروح الدفن الساعة التسعة. لا 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 دخيلكم نسرين ما كانت بتقصد، بعدين كانت شربانة يعني شربت يا خيي شو بعمل. طيب طيب روح انت كمل سهرتك ولا من شاف ولا من دري. ليك البنت مش قليل يعني خرج استعراض بالصوتة يعني بيعمل أزعرينا. مع أنه في شي بيعود. ليك روح كمل انطحبك روح. يلا تنطحوا على خير تصبحوا على خير. خلص تعبت ما بقى فيي انطر بكره بعرف شو بده يصير. الو شو بعدك نايم لهلا؟ صارت الساعة 11 يلا بقى صحصح. بالعمى خطست بالنومة وتأخرت على المكتب. بلا مكتب وبلا بلوط حكيت مع دافيد ونطرنا على القهوة فزوا لقيني لهونيك. حكيتي مع داليا؟ حكيتها وبعدها نايمة هيئتها متقل السهرة كمان. يلا بلا كترة حكي يلا خلصني لقيني عند دافيد باي. طيب يلا شوفي مريم انت بنت كتير حلوة وجمالك جمال راقي يعني ما توخزيني بهالكلمة مش مبين عليك انك بنت ضايعة او بنت ناس عاديين مبين عليك بنت زوات. مرسي كتير هيدا من لطفك بس ان شاء الله هالجمال يكون مكمله الزكا لانه بعمرك انت بحاجة لزكا لتوصلي مطرح ما بقى. ما كتير بهمني الجمال صفة الزكا هي اللي بتهمني. مع الوقت رح ببدي رأيي بزكاكي هلا بهمني تستقبلي زبوناتي بهالوجه الحلو هالضحكة البريئة وهالشخصية الراكزة. حاضر. ألو خواجة دافيد مدام شتيق معي على الخط. اعطيني إياها اعطيني إياها. أول مرة بتضايق من نسرين بعد الكلام اللي صار على المسرح. حسيت عليك إنك تضايقت. شكرا. شكرا. لا ما رح مرقها هلا بس لو شوفها بدي احكيها ما بقبل باللي صار. اذا فيك تقطع موضوع الزواج بينك وبينها بكون احسن لك صدقني يا احسان قول الفوضيت مش لانه بس طارق انا بحبها وما في اتخيل انها تكون لغيري. ايه بس ما تنسى حتى لو صارت مرتك هيدي بنت كباريه يعني ما في شيء مضمون انه ما رح تكون لغيرك. ولك أهلا وسهلا فيكي بتشرفي ساعة اللي بدك. أورفار. إيه مريم حبي تقولي شي؟ خواجة مش حضرتك قلت لي إنك رح تعلمني تصميم الأزياء من الصفر؟ مزبوط وبعدني عند كلامي بس أنا حابب أجمع بين اثنين هلأ بدي منك بس على الاستقبال. ما تواخذني يعني بس أنا بعرف استقبل ببيتي ناس عاديين مثل أهل بيتي ما بعرف استقبل نجوم وفنانين ونسوان مجتمع. ما انا هيدا الاستقبال اللي بدي اياه على طريقه اهل الضيعه. شو نحن طربوش جدنا معلق بالتوتي؟ ما نحن اهل ضيع وانا ابن ضيعتك، ان شاء الله فكرتيني عايش بالشانزليزيه. مثل ما بتريد. بعد شوي جاييني ناس قراب مني كتير بدي منك تستقبليهم على طريقتك. طريقه اهل الضيعه. بتعرف طارق ما بعرف ليه دايما بتخيل هيدي البنت يلي كانت حامله الشنطه ومن وقت لوقت بفكر فيها. حلو كثير يعني كان بعد ناقصنا هيدي حماله الشنط. شو قصتك يا زلمه؟ لمحت لمحه وحده وقاعد عم تفكر فيها؟ معك حق بس عم بفكر فيها من دون سبب فاتت على راسي. لك انا يلا انطر لتشوفها مره ثانيه. لو شفتها مره ثانيه شو راح يصير اكثر من اني اطلع فيها؟ هلا بدي اخلص مشكلتي مع الماما ونسرين وارتاح بقى. صعبة صعبة يا صديقي وخاصة ما بعد يلي صار امبارح.
قد ما تكون ضامن دافيد ونادر انه ما يفتحوا تمهم بكلمه لامك الا ما يزق لسان واحد منهم. لا لا ما بعتقد، ما رح يفتحوا مشكل بيني وبين الماما ويكونوا هن السبب. من هيدي الناحيه انا واثق. يمكن اصلا خبريه انكشفت، شو ما صار رح يكون منيح لك. هيك ايه يلا، واجتك حجه تقطش السيره مع نسرين وهيك من دون تبرير. ما نمت كل الليل قد ما انقهرت وقتها شفت اصحابنا فايتين على الصاله، كنت عم برجف من قهري. ما كنا متوقعين هالشي لا انا ولا احسان، وقد ما يحاول يطمني رح يضل عندي خوف. امه تعرف اني بنت كباريه. نسرين حبيبتي روقي، تعرف هلا احسن من بعدين، خلي هالعقده تنحل بقى، بكفي عيشها على اعصابك معلقه بحبال الهوى. شك تكون هي اللي بعتتهم لتحط على عيني لتلاقي سبب توقف بوجه احسان. حيش تشكي وتحللي، دافيد مبارك حبيبتي مش مخلك كباريه يعتب عليه، هذا اللي بسمعوا عنه والجماعه فاتوا صدفه. اللي فاجأني نادر هيدا اللي كان مع دافيد، مصاحب الست داليا، رفيقة الست منى الروح بالروح. عرفتي مين داليا ايه؟ هيدي اللي عزمتنا على الغداء انا واحسان. ايه شو؟ شو يعني؟ خايفة منه يخبرها؟ ايه مثل اجرك يخبرها. كنت بفضل تعرف مني، على القليلة بطريقتي. كنت دفعت على حالي وفهمت الظروف اللي خلتني غني بالزيتونة. حبيبتي ما في شي ما له حال. خلص طالما احسان بحبك تركيه ويحلها مع امه. إذا كان محمس شوي ليجمعني أنا وياها من بعد اللي صار مبارح ما رح يتجرأ حتى يحكيها حتى تهدى القصص. إيه أنت عشو مستعجلة؟ خلص تركي الأمور تهدى شوي وبس يمشي الحال ارجعي ولعي. فيفي ما بدي روق، ما بدي خلي إحسان يفكر إنه ليلة مبارح أثرت هالقد علي. طيرت لي عقلي نسرين مبارح لما جابت سيرة الماما على المسرح. كنت بدي أقوم أسحب لسانه بس طولت بالي، ما بدي زيت الطين بلي. معك حق، ما كانت حلوه منا ابدا. اذا انا تضايقت القد كيف انت ما انا مزبوطه ابدا منها. ما رح مرق ليها. هلا بتشوف شو بدي اعمل فيها. مش الست منى يلي بينذكر اسمها على مسرح كباريه. احسان انت شايف حالك قديشك مسموم؟ ولك اذا كلمه قالتها نسرين عن امك على المسرح عملت فيك هيك، بكره لما تصير مرتك شو رح تعمل؟ عارف انه هيدي مشكله كثير كبيره؟ معك حق. هلا انا فعلا بحبها لنسرين ومغروم فيها، بس هذا موضوع الزواج ما بعرف من وين اجى. هي فتحت الموضوع وأنا سكتت. أنت اللي زتيت الكلمة وهي مشيت فيها. هيدي إياها. أنا هيدا الموضوع ما كان وارد عندي أبداً. وليه ماشي فيه لهلأ ما بعرف. خواجة دافيد، وصلت الست منى والأستاذ نادر. خليني ينطروا بالصالون. أوكي حاضر. وصلوا ضيوفي. بدي منك تستقبليهم بعفويتك. ما بعرف إذا هالعفوية رح تنفع مع الزواج. هودي ناس متواضعين، بدي شوف التجربة معهم كيف رح بتصير. إن شاء الله خير، بس يا ريت تقلي شو أساميهم. الست منى نجم والأستاذ نادر بارود. يا رب. أهلا مدام منى. أهلا. أهلا مسيو نادر. أهلا فيكي مريم يعقوب. هيدا أول نهار بشتغل فيه هون وحبيت تكونوا أول ناس بستقبلهم. يعني إن شاء الله يكون وجهنا خير عليكي. وإن شاء الله ما تكوني مثلي اللي سبقتك تشربي من البير وترمي فيه حجر. ما بعرف شو عملتي اللي سبقتني، بس من هلا أنا مسؤولة عن أعمالي ومسؤوليتي استقبل الضيوف بكل محبة واحترام. المهم المحبة والاحترام يكونوا طالعين من قلبك مش تمثيل. أنا بنت ضيعة وأهل الضيعة ما عندهم إلا محبتهم الصادقة يتباهوا فيها. أنت كمان عندك أشياء تانية تتباهي فيها، بكفي هالجمال والبراءة يلي بوجهك. بسم الله. وبتمنى ما يكونوا قناع تخبي وراء الاحتيال مثل اللي سبقتك منى. أهلا أهلا أهلا. صوت دافيد. بونجور 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 بالليل. خرب ذوقك أنت ومنى على هالسهرة، ولك بعد الطبل والزمر علقانين بدنيي لهلا. بشرفي كان لازم تروح منى معنا،
لتسمع صوت كنتها كيف بيقدح قدح. اي ما تعطي الهم، احسان مكفى وموفى بالقدح. خبرني هلا شو صار، بدي اعرف. نادر بدك تسحب منه الحكي سحب. نادر؟ نادر لشو بيطلع منه شيء؟ انا قلت رح يسحب له شي وحده من الكباريه وبيض لي وجهي. لك روح، انه بعد ناقص انا يعني اخذ وحده من الكباريه، ها؟ ارتيست من الكباريه. ها؟ شفت؟ سمعت؟ عم بيقول الحق ارتيست من كباريه. كده اللي انا على هالبهدله، على هالذل وعلى هالعار. ايه بس مش حيلا ارتيست، تزعق القوف هون، بتعمل ازعرينا لشعوب اسيا كلها. هلا شو بدنا بصوتها؟ يا عمي البنت محترمة على المسرح، حافظة احترامها واحترام احسان، وما بتعرف عنه الا خطيبة. شو؟ خطيبة؟ اي والله لا اعمل وسوي فيها، وعلى احساني اللي عم بشد عم شدها، حتى فرجيهم. لك عم بمزح معك يا منى، شو قصتك؟ روقي شوي، حاجة عاملة مثل اولاد صغار، روقي. ليك نادر، ما تقلي مزح، قالت هالكلمة ونص. منى في حكي كتير لازم تسمعيه، هيك هيك ضارب الأزعرينة معك. خلص خلص بشرفك دافيد، منى وداليا بطلوا عم يحملوا مزح هالأيام. ولك اتركه يحكي، اتركه يحكي، قول شو في بعد. حياتي ماما. يا حبيبة قلبي تسلم لي هالوجه. على فكرة دلفن لي هشام وقال لي انه رح يتأخر علينا الليلة لانه عم بحضر لي اوراق الباسبور والهوية. يا رب يخلصوا بسرعة لانه لازم نسافر. لوين عبالك تروحي؟ مطرح ما انت بدك. اسبانيا، باريس، لندن. ماما هيدا اول سفرة لإلي. حبيبة قلبي بدي برمك العالم كله، العالم كله، العالم كله. يا حبيبتي، يا حبيبتي. منى اسمعيني وخديها مني مثل ما هي. من الآخر ابنك ما بيتجوز غصب عنك، لا نسرين ولا غيرها، وأنا مسؤول عن كلامي. وعلى المدى الطويل إذا هو ما تركها هي رح تتركه، لأنه هذا النوع من الفنانات ما له أمان. إيه رجال مع الأرتيستات مثل المزاد العلني، اللي بيدفع أكتر بيرسع لين المزاد. يعني بدك تصلي كتير كتير وتركعي وتطلبي من الله تياخدها على شي دولة أفريقانية هونيك تغني مثل ما بدها. إيه شي كونترا لبرا ولا أحسن من هيك، أحسن دواء. بس هيدي إذا ابنك ما لحقها. أقولكن إذا أعطيتها شي قرشين حلوين تترك الصبي تقبل؟ ولك ما هيك هيك عم تسحبن هالقرشين الحلوين على البارد المستريح. هيدي البنت أذكى من هيك بكتير. شو كنت جاية تشتغلي عنا؟ كنت جاية أتعلم الموضة والأزياء من الخواجة. ولاحقتك على الاستقبال؟ ما هيدا مش فهمته. وأنا كمان، مع أنه من بعد ما فليت رجاء شايف كتير بنات ما اقتنع بولا وحدة منه، لأنه هيدي الشغلة كتير حساسة، واجهة المؤسسة والكل عينيهم عليها. بس أنا ما بتهمني، أنا كل رغبتي أنه أجي أتعلم الموضة والأزياء، هي كل رغبتي. كمان على الاستقبال بتعملي علاقات وصداقات ولا غير مستوى؟ اليوم كان عم بجربني، خايف ما اكون بالمستوى المطلوب، وبصراحة كل هالشغلة ما بدي اياها. نصيحتي إذا بدك تبقي هون تعملي مثل ما بده الخواجة. أكيد رح أعمل مثل ما بده. أنا هدفي أتعلم أصول الشغل بالموضة، هيدا كل هدفي. اسمعي مني، اتركي الخواجة يختار المجال يلي بيناسبك، الخواجة ما في منه، بس بشغله شوي عقدة. أنا مش من حقي اشترط عليه مع واسطة ست وجيهة، أساساً ما كنت متوقع يقبلني بهالوظيفة. هيدا أول يوم إلك، اتكلي على الله، ما في إلك غير هيك. ما أنا مش متكلة إلا على الله. ألو؟ أتليه دافيد. صدقوني ما عم بنام الليل، ضلني خايفة يقوم يتجوزها وما يسأل عني. ما بقى فرقة معي المصاري اللي عم بيصرفها علي وعلى السهر، بس بدي أخلص منها بقى تأرتاح، تيرجع هالصبي لعقليته، رح يجن ويجنني معه. دخيلكن لأقولي حل. بيرجع لعقليته بس بدها شوية وقت، مش هيك دافيد؟ بدها حكي إحسان بالوقت الحاضر، عقليته بهونيك مطرح. هلأ أنا مش عارفة هلأ وين عقليته؟ مش هيدا الموضوع، الموضوع إنه تلاقولي حل تساعدوني. منى إذا بدك ابنك يكرهها ويبعد عنها تركيه يتجوزها، صدقيني بس تصير مرته رح يكرهها كره العمى ويهرب منها ما يعود يطيقها بالمرة. نيناتهم بيصيروا يكرهوا بعضهم كره العمى،
خدي الحكمة من أفواه العزابي والمقدربين عن الزواج. إيه؟ مزحوا وضحكوا أنت وياه وأنا عم بتقطع من جوا تقطيع. ليك أنت وياه، إحسان مش ابني وحدي، إحسان ابنكم كمان. أنتوا ربيتوه ودللتوه وغنجتوه. شوفوا شو بدكم تعملوا، لقوا لي حل أحسن ما ارتكب جريمة. عم نبهكن ها. ما في إلا حل واحد، وإن شاء الله يكون هو الحل المناسب. ليك دافيد، إذا ما كان حل مناسب ما توجع لي راسي على الفاضي بقى. شو قلتي لي اسم البنت اللي كانت قبلي؟ رجاء. وليه تركت؟ فتحت عحسابها. ليه عم تسألي؟ لأنه الست منى قالت لي كلمة، ما تعملي مثل يلي سبقتك تشرب من البير وترمي فيه حجر. هي أساساً الست منى ما كانت حبها لرجاء. طيب بقدر أعرف شو عملت مع الخواجة حتى هيك قالت لي عنها؟ أنا ما بحب يطلع حكي عن لساني. اسألي الخواجة. معك حق. أنا السكرتيرة الخاصة للخواجة، يعني كل شيء بيتعلق فيه وبالمؤسسة عندي، وأمانة برقبتي، أي كلمة بتطلع عن لساني بتحمل أنا مسؤوليتها. يلي بيصير هون بيبقى هون. كان بدي أعرف حتى ما وقع بنفس الغلط، ولو حتى كان عن غير قصد. الخواجة، خواجة بكل معنى الكلمة، كريم وطيب لآخر الحدود. إذا وثق بحدا ما بيقعد بيسأل. هلا ما بعرف إذا هيدا الشيء صح ولا غلط، بس كلمة وحدة بقول لك إياها، بما إنك موظفة جديدة، ما تستغلي محبته. أكثر من هيك ما فيي أقول لك. فهمت عليكي. شو بك حياتي؟ من أول ما جيت أنت عابس. ما تقلي نادر خبر أمك على ليلة امبارح وجاي مسموم بدنك، ما لك نفس تجي لعندي؟ بعد ما شفتها لأعرف إذا خبرها ولا لا. إيه عار، لكن شو بك؟ شو زعجك؟ ما كان لازم تجيب سيرة الماما بالكباريه وقدام الزباين. ليه بقى؟ وين الغلط؟ ما أنت بدك تتجوزني وهي حماتي وأنا بشوف حالي فيها وعم بعني كلامي. قلي وين الغلط؟ الغلط إنه كذبنا عليها، وإذا عرفت إنه حضرتك حكيت عنا هيك بالكباريه رح تولع بيني وبينها. عرفتي وين الغلط؟ روق حياتي، ما بدها هالقد. ما بعرف شو صار لي اللي حكيت هالحكي. خلص حقك علي. ما بحب شوفك زعلان. خلص حقك علي. قوم حتى رضيك. حياتي يلا قوم. ماشي. عطيني عنك ست وديعة. بيزعل خواجة دافيد. ما رح يزعل، عطيني عنك بس هالمرة. خليلي هالوجه الحلو الله يرضى عليك. مرسي. خلص يا منى خلص، أنا رح دبر لك كونترا برات البلد عشي سنة وبأقرب وقت. دخيلك يا دافيد، دخيلك وبأقرب وقت. تكرم عيني، بس مش كل يوم تدقيلي منى ونيل كونترا وتعمليلي أزعرينا. بعتذر منكم تأخرت بالقهوة. تفضلي مدام منى. مرسي. تفضل مستر نادر. كلك ذوق. مرسي. اهلا وسهلا. وني ودي، علاش انت عم تقدمي القهوه؟ انا اخذت منها الصينيه وغصب عنا، حبيت ضيف مدام منى ومستر نادر القهوه من ايدي. من قلبك ولا تمثيل؟ من كل قلبي. وانا رح اشربها من ايدك ومن كل قلبي، وكلامي بعنيه. بتسعدني محبتكم. بخاف من البنات الشاطرين بالحكي، بيبقوا مسحوبين من لسانهم، وانت هقتك من هالنوع. اذا الست منى قالت هيك يعني البداية كويسة. المهم النهاية يا دافيد. الله يستر. النهاية مثل البداية ست منى، والايام رح تثبت لك انه اللي عنده اصل ما بيتغير. سمائهم في وجوههم، ووجهك انت ببشر بالخير. ايه ما تعطوها كتير وجه، بكرة مبعود فيكن تهدوها. وقديه ما عم بقول هالحكي، الناس اللي بيحكوا بالوجه وبصراحة ما بينخاف منهم.
وبشكرك على صراحتك. بالإذن. مع السلامة. ما بقدر أفكر إنه معقول حدا يبعدني عنك. بحبك لدرجة فوق العادة. موت فيك. ضل خايفة تتركني. بحبك أحسان، بحبك. حبيبتي وأنا بحب يكون في عيش بدون. كرمال هيك لازم بصارح الماما، ما بدي حدا غيري يخبرها وأطلع كذاب قدامها، مانا حلوة بحق. مثل ما أنت بتحب. أنا أصلاً مش خجلان من شغلي. الفن بالنسبة لإلي فن. ممكن بكباريه ولا بأوتيل خمس نجوم. حبيبتي هيدا أنا وياكي هيك بنعرف، بس الناس ما بيفهموا هيك. آخر هم الناس. أنت كل الناس بالنسبة إلي. حبيبتي هلا المهم إنك تطولي بالك شوي. لأنه في أمور عائلية أنا ما في إظهار منها. بس لازم تفهمني أنت كمان. أنا بنت عندي كرامة. ما في أتعامل كأني نكرة أو وحدة فلتين على الطريق. أنا فنانة وشايفة حالي قد الدنيا. بس خلص في محل تخنت. إنه تخنت ولا رفعت نسرين؟ هيدي الماما وهول أصحابنا، نحن كذبنا عليهم. بس أنا ما طلبت تجمل لي صورتي قدامهم، أنت كان هيك بدك وأنا قبلت. أيوة ماشي، لكن أنا غلطت ورح صلح غلطتي. عمول يلي بدك إياه. المهم ما تزعل الماما، الله يخلي لك إياها. وعى ياخد على خاطرك إني رفضت اسم الست. أنا ما عم أقول شي غلط. أول ما شفتها مع وجيها بنت عمي قلت هيدي اللي رح تكون محل رجاء. بس حابب أخد منكم أول انطباع عنها. لكن بصراحة أنا أول ما شفتها فاتت على قلبي وارتحت لها. بعدين بحس هيك فيها شيء قريب مني، بس ما بعرف شو. وأنت منى؟ هلأ البنت كجمال أجمل من رجاء وقريبة أكتر على القلب، بس أنا بخوفني هالنوع من الذكاء. أي نوع من الذكاء؟ الذكاء يلي فيه طموح، وهيدي البنت وصولية مستعدة تعمل كل شي حتى توصل، بالرغم من إنه قريبة من القلب. ما بنكر هالشي، بس أنا ما عاد عندي ثقة بالناس، صرت على طول خايفة. وإنت يا دافيد بعدك طالع من الضرب اللي عملته فيك رجاء، فشوي شوي مع هالبنت حتى ما ترجع توقع بزيت الغلطة. بدي يحبوها الزباين وما بدي أكتر من هيك. منى يلا أنا ما بقى فيه أتأخر على المكتب. إيه أنا كمان. شو يا دافيد، معقول اليوم ترد علي خبر بخصوص الكونترا؟ ما أنا عارف إذا بعد ما طلعتي من الباب وبلشتي بالأسئلة ما طولي بالك لأسأل أشوف شو بدنا نعمل. مش كل دقيقة تدقيلي وانصرنا وانصرنا. ايه صوفيل بدي انقر لك راسك. ايه نقري له راسه، لانه حضرته غير هيك ما بيمشي معه. عال لكن انطر مني كل يوم يا تليفون يا زيارة. الله لا يوفقك يا نادر على هالنصيحة. على قوي علقتها فسرع الموضوع. اهلا وسهلا، شرفتونا. اورفوار. اورفوار مدام. مبروك، ومثل ما قلت لك ان شاء الله وجنا يكون خير عليك. ما عندي شك. يلا نادر يلا مشي قبل ما تعمل عليك ازعرين. عجل. معقول مطرني؟ ادعي لي يمرق حديثي مع الماما على خير، لانه صعب اقنعها. بس انا رح ضل احاول، رح ضل احاول لحتى الاقي حل نهائي، حل يرضينا كلنا. برايك مع وحده عقلتها مثل عقله امك ممكن تلاقي حل؟ يعني ممكن أحسن من المستحيل. بس من هلأ عم أقول لك رح تكون المعركة كتير طويلة. المهم إنه نحن نربح المعركة بالآخر. شرط. شوفك وبخبرك شو بيصير معي. أوكي؟ أوكي. باي. باي. بدي اتجوزك لاني بحبك، بس هلا بدي اتجوزك نكيه بامك.
نادر، أنا ما بدي أبداً يصير في سوء تفاهم بيني وبينك. أنت بتعرف مكانتك عندي، مشان هيك بدي إياك تفهمني بهالأيام. الدنيا مش ساعتني، ما بدي شي ناقصلي فرحتي ببنتي. أنت أغلى الناس عندي داليا، ما في لزوم حدا يقلك، وفرحتك فرحتي. أنا بعتذر عن كل كلمة قلتها. أنا كمان بسحب كلامي. أنت أغلى الناس عندي. وأميرة بحاجة لإلنا بيناتنا. إلنا سنين ناطرينا ورجعت. مشان هيك بدي إياك تكون الخي والبي والصديق. ما توصيني. بيكفي تكون بنتك حتى تكون غالية على قلبي، مثلك أنت وأغلى كمان. أو لا، خليني على غلاوتك، لأنه أنا ما بدي حدا يكون عندي أغلى منك بحياتي. إخي بدي شوف هالضحكة. يلعن أبو الزعل، ما بيلبق لك الزعل. ما بيلبق لنا اتنيناتنا. هلأ ارتحت، صار فيي سافر وراسي مرتاح. صار يحق لك تروحي تسافري وتنبسطي. السعادة هلأ صار إلها عندك طعم تاني. يا بنت، ما سألتيني شو كان رأي أصحابي فيكي. استحيت أسألك، بس إن شاء الله ما أكون سببت لك إحراج قدامهم. بالعكس، هيدي العفوية المطلوبة. رأيهم كتير كان إيجابي فيكي. آخ لو كانت الست داليا، لأنه كانت حبتك من كل قلبها. ليش الست منى وأستاذ نادر ما حبوني من قلبهم؟ بلا، منى ما بتبرهن لا قدامي ولا قدامك، هي طبيعتها. بس إذا لفت لشخص نظرها بتصير تزت الكلام بالطالع وبالنازل. نادر أكيد عجبتي، وهودي الناس أنا بوثق برأيهم. لاحظت هالشي؟ كان بدي حضور داليا حرب يا مريم، لأنه فيها كتير إشياء منك، هيدا الجمال والبراءة. رح يجي يوم وتتعرفي عليها ورح تعرفي إنه كلامي كان بمحل. هيئتك هالست بتحبها كتير وبتحترمها. صديقة العمر يا مريم، وهي السبب الأساسي اللي خلتني اقتنع فيكي، لأني بدي بنت بمواصفات داليا، لأنها بتفوت على القلب بدون استئذان. لكن لازم أربح جميلتها للست داليا، لأنه عملت معي منيح من دون ما تعرف. هيدي بصراحة. في هاي مجموعة الأوراق بدي إياك تدرسها، لأنه أنا مش رح لحق. ولا شكرا. ايه منسيت خبرك انه اميره حابه تيجي تساعدنا بالشركه، شو رايك؟ بدها شو رايي؟ اكيد، ما هيدا مطرحها ومستقبلها هون. كثير بحب اسمع منك هذا الحكي. وبس تخلص اجازتنا حابه يكون مكتبها حد مكتبي. هلا انت افهم بالموضوع فاعمل اللي بتشوفه مناسب. خلص انا هلا دغري بحكي مع مهندس الديكور، وقبل ما تخلص إجازتي بيكون مكتبها بالشركة جاهز، وبحده مكتب السكرتيرة كمان. كنت حابة تروح معنا بهالسفرة، بس طيناتنا ما فينا نترك الشركة. روحي انبسطي وقضي أحلى الأوقات مع بنتك، وأنا رح كون معكم بقلبي وروحي وفكري كمان. وأكيد رح شوفك قبل ما سافر. هلأ مضطرة روح شوف منى، بدك شي؟ سلامتك. باي. الله معك. رح كون صريح معك، كان عندي بنت كتير حلوة، حبيتها مثل ولادي، كنت أوثق فيها كتير، سلمتها كل أسرار المهنة. هي صارت المهنة بهالمحل، تستلم تسلم تشتري كل شيء، حتى مصروفي هي صارت مسؤولة عنه. وفجأة اكتشفت أنها كانت عم تسرقني، وفتحت محل تياب جاهزة بالحمرة، وهلأ عم تحضر تفتح أتوليه طويل عريض، وعم تحاول تسرق لي زبوناتي. هيدي اللي كنت حبها، بس فشرت. اسمي أكبر منها وأكبر من غدرة. توقع الشر من القريب قبل الغريب. أيام الأهل هن بيخونوا ولادهم وبيتخلوا عنهم، ما عاد استغرب شي. والعكس بالعكس، والولاد كمان مرات بيستغنوا عن أهلهم. ليكي رجاء شو عملت فيي، أنا كنت حبها مثل بنتي. كرمال المصاري فيك تخون حتى حالك. للأسف. مرحبا يا جارة. أهلا بالجار.
انا رايح على السوق اجيب لك كم غرض، اذا عايز شيء بدك شيء تجيب لك معي. هلا قطشتني عن شغلي لا تسالني هالسؤال، على كل حال مشكور كلك ذوق. ما توخزيني والله، انا قلت بركي ناقصك شيء بدك شيء هيك هيك. انا رايي رحت الصبح جبت كل اغراضي، انا قمت بكير شو مفكرني مثلك بنام للظهر. وميريام كيف اليوم؟ منيحه، اليوم اول يوم لها بالوظيفه، استلمت وظيفه جديده. ايه الله يوفقها. واي ساعه بترجع؟ ليك كل هالاسئله عن البنت؟ ليك اذا حاطط شي براسك بتشيله هلا وقدامي، هيدي البنت امانه برقبتي، بعدين استحي على عمرك، ما البنت من عمر بنتك. ما لانها من عمر بنتي، بعد المنيح اللي عملته معي سمحت لحالي اسال عنها، ولانك جاره محترمه وبعد المنيح كمان اللي عملتي معي سمحت لحالي اسالك اذا بدك شي. على كل حال الله يسامحك، شو بدي اقول لك؟ ولأنك أنت آدمي وابن ناس وجيرتك عزيزة علي، أنا عم أنذرك عن الغلط قبل ما يوقع، وما توخذني إذا كان كلامي قاسي عليك. ولا يهمك جنات، بس أنا عشي حابب أعملكم زيارة لتعرفي شو كان قصدي لما سألت عن مريم. أهلا وسهلا. يلا بالإذن. ولاحظت على عينا وعلى عين إحسان، اضطريت أبعد دافيد ونادر يسهروا بالكباريه. ما خبرك نادر؟ لا لا، ما صار في وقت حتى يخبرني. المهم هلا كيف بدك تخلصي منها؟ وعدني دافيد يلاقي لي حل معه، تنشوف شو رح يطلع معه. يا منى الحل مش معه، الحل بالاول لازم يكون مع احسان. هيدي آخرة الدلع والغنش، بس مش الحق عليه، الحق علي انا. وبعرف كيف رح صلح غلطتي. مش عم بتخيل، مش عم بقدر اتخيل كيف وصل احسان لهالمستوى. وأنا ما رح يهني لي بال قبل ما أخلص منها، بس عتبي كتير كبير على إحسان. كيف بخبي علي هيك قصة، قصة الكباريه، وأنا يلي مربيته على الصدق والصراحة. هو شو كان موقفه لما شاف دافيد ونادر قدامه؟ لا لا قليلي، هي كيف تصرفت لما شفته؟ يا حرام، على إجرة ما علقوا، وهو سلم عليهم ورجع قعد على طاولته وكفوا سهرتهم على خير ما يرام. معقول؟ هيك خبروني دافيد ونادر. يعني من طريقة حديثه كان كتير مزعوج، كيف جبت سيرة أمه قدام الزباين؟ يعني لو ما بحبوه كنت قلت له حل عن سمية أنت وياها. اسمعي مني وقولي له إياها قبل ما هو يقول لك إياها، حبيبتي أحسن ما راح يزعل أمه كرمالك. أنا هيدا اللي فهمته من طارق. إيه ما طارق أضرب منه، بيحبك بس بالكباريه ولهلا مش واعدك بشي. حبيبتي اساسا موضوع الزواج مش وارد بيناتنا، وانا ما بدي. مش وارده ولا كمان عنده ام مثل ام احسان؟ ما حكينا بهالموضوع. هن الاغنياء كلهم اضرب من بعض، واساسا انا ما بدي من طارق غير مصرياته. غير هيك ما في. بس انا ما فيي اتصرف مع احسان هيك. هو غير طارق. بشو حبيبتي غير طارق؟ اثنيناتهم اغنياء، واثنيناتهم ولاد عيال، ما حدا احسن من حدا. إذا بترجعي لإلي أنا بحط الحق عليكي. حضرتك كل ما بتتعرفي لي على واحد تفتحي لي موضوع الزواج، يعني ما بعرف شو هالعقدة اللي عندك إياها. حالك تفهمي الأغنية يا حبيبتي بحبوا يصعبوا ما بحبوا يتجوزوا، بخاصة مثل أشكالنا. أنا رح أتجوز إحسان، بدي أكسر هيدي القعدة. وبعد اليوم ما فينا نكون سوا.